الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم وتقبل الله صيامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لصيام هذا الشهر وإتمامه بالعافية إن شاء الله. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. الآن نتابع ما وصلنا إليه بالأمس حول شروط أو شرائط الصوم. بقي عندنا سؤال، أنه إذا طلع الفجر على الإنسان وهو مريض مرضا يعفى بسببه من الصيام، ولكنه لم يتناول المفطر إلى أن عوفي في أثناء النهار. يعني إنسان مريض كان معذور لا يصوم، لكن في هذا اليوم كان ممسكا صدفة، يعني لم يأكل أو لم يشرب شيئا، وعوفي خلال هذا النهار، فماذا يجب عليه؟ هل يجب أن يواصل الصيام بنية الصيام أم لا؟ هذا اليوم لابد من أن يقضيه. الجواب أنه إذا عوفي قبل زوال الشمس، يعني قبل الظهر، فالأحوط لزوما أن ينوي الصوم ويقضي بعد ذلك، يعني يصوم ثم يقضي. أما إذا عوفي بعد الزوال فلا صيام عليه، لكن لابد من قضاء ذلك اليوم. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يعافى قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يصوم ويقضي، أما إذا عوفي بعد الزوال فلا يصوم لكنه يقضي. هناك أيضا بالنسبة إلى المرض، إذا كان الإنسان وجد نفسه صحيحا لا يخاف أي ضرر ولا يحتمل أي ضرر من الصيام، ولكن ذهب إلى الطبيب طبعا لعوارض خاصة، مثلا يعني ليس لها علاقة بالصوم، لعوارض خاصة، الطبيب منعه من الصوم وخوفه من عواقب الصوم، قال له: أنت لا يجوز أن تصوم، أنت مريض مثلا ولا يحق لك أن تصوم. لكن المريض أو الإنسان المؤمن لا يطمئن، يعني لا يوجد عنده عقيدة بأن الصوم يضره، لا يحتمل بأن الصوم يضره، فهنا هل يجب أن يستجيب إلى كلام الطبيب أم لا؟ الجواب: إذا لم يبعث قول الطبيب في نفسه الخوف من الضرر فلا يجوز له أن يفطر. نعم، إذا بسبب قول الطبيب صار عنده قناعة بالضرر أو باحتمال الضرر فهنا نعم يجوز له أن يفطر. وإذا كان يخاف على صحته من الصوم ولكن الطبيب طمأنه بأنه لا يضرك الصوم، يعني بعكس المسألة السابقة، يعني الآن هو يخاف على نفسه الضرر إلا أن الطبيب قال: لا، الصوم لا يضرك ولا يوجد دواء مخصوص يجب أن تأخذه خلال الصيام، فهل يجوز له أن يفطر بسبب خوفه هو أم لا؟ يجب أن يصوم بسبب قول الطبيب. الجواب: يجوز له ترك الصوم على أساس خوفه هو، ما إلا إذا كان مبعث هذا الخوف كثرة الوسواس، يعني هو
يعني لا يوجد سبب عقلائي لهذا الخوف، وفقط هو عنده وسواس من هذه المسائل. أما إذا كان في سبب عقلائي لهذا الخوف فهنا يجوز له أن يفطر في تلك الحالة.